كيف يتعلم طالب العلم كتب في العقيدة على علماء راسخين؟ أنت لازم لابد أولا تتخير العالم الراسخ الذي تطلب عنده، أو طالب العلم الذي أتقن على مشايخ كثر تتعلم على لديه، وإلا لن تصل إلى الإتقان. يعني أنا أريد أفهم الإخوة شيء، الذي لم إذا تلقن بضعف البنية عنده تكون ضعيفة، لابد أن تأخذ من يد قوية لتتقوى أنت. وبعدين أنت أصالة بقى القوة لو كانت فيك ستسير سيرا سريعا. فالحق وإيش اللي بيميز طالب عن طالب؟ أولا اختيار الشيخ، فقوته في قوة شيخه أولا، وبعدين يتقوى فيسرع. ولذلك أنت ترى المزني يعني الإمام الشافعي يقول له أنت لو خصمت الشيطان لخصمته. شوف هذه لدرجة إيش؟ البويطي قال أنت تأخذ كرسي. الغرض المقصود هؤلاء عشان تعلموا على الفحل صاروا فحولا. ذاك البويطي هو الذي وقف موقف أحمد بن حنبل، والتاريخ يعطي ما أنا أقول ظلمه، لكن هو نفسه موقف أحمد بن حنبل ومات في حديده. فالغرض المقصود لابد حتى تشرق شمس طالب علم ويكون قوي، لابد يكون تعلم على قوي أولا. والأمر الثاني أنه يكون فيه قوة، هو يعني فيه قوة ذكاء وحرص واستمرارية وإسراع، هذا اللي ممكن يعني تشرق شمسه على الناس. فأول الطريق عالم الراسخ، والطريق الثاني التزام مع طول زمان، وأيضا إسراع في الطلب وعدم الملل. ولذلك الإمام الحافظ بن حجر يقول ما زال العالم عالما ما جد في الطلب.